هذا كان أداء محمد عساف في آخر حلقة من حلقات أرب أيدل، ولكن خلينا نشوف ننتقل إلى غزة وكيف أهالي غزة استقبلوا خبر فوز محمد عساف مع الزميل أحمد حرب. نجم أرب أيدل مشاهدينا الكرام، يعني نعجز ماذا نقول، ولكن نقول مبروك للفنان الفلسطيني محمد عساف على فوزه بلقب أرب أيدول محبوب العرب. يعني هذه الفرحة هي فرحة المواطنين الغزيين في قطاع غزة، حيث الجميع هنا من المواطنين بالنساء بالرجال بحتى الأطفال يقومون بأداء واجب الاحتفال بفوز محمد عساف، هذا الفوز الذي رفع اسم فلسطين عاليا في مجال الفن. يعني محمد عساف الآن هو يقوم بوضع اسم فلسطين عاليا في مجال الفن والثقافة، وهذه الاحتفالات التي يقوم بها المواطنين الغزيين هي واجب منهم باتجاه الفنان الفلسطيني محمد عساف. يعني فرحة من جوات قلبنا، فرحنا يعني مش قادرة أوصف لك قديش الكل مبسوط، وإشي عن جد متوقع، والله يوفقه وإن شاء الله. منطقة أخرى مشاهدينا الكرام من مناطق قطاع غزة وبالتحديد من ساحة الجندي المجهول، الآن كما تشاهدون فرحة عارمة وسط الشباب الغزي يحتفلون بفوز الفنان الفلسطيني محمد عساف بلقب عرب أيدول محبوب العرب. نترك لكم الصور ونطلق لكم التعليقات التي يطلقها هؤلاء الشباب من قطاع غزة. كل الشعب الفلسطيني اليوم زي ما انتم شايفين طالع في ساحة الجندي المجهول، مش بس في غزة لا كمان في الضفة الغربية وفي الناصرة وفي جميع أنحاء محافظات الوطن. كل الشعب الفلسطيني فرحان، لأنه الشعب الفلسطيني بيستحق أنه يفرح، لأنه الشعب الفلسطيني أثبت لجميع الدول العربية ولجميع دول العالم، من أثبت لجميع دول العالم من شرقه حتى غربه ومن شماله حتى جنوبه أن هناك شعب على أرض فلسطين يستحق الحياة. فلسطين غزة بالذات، فلسطين كلها، العرب كلها، الله يحميها. عساف رفع راسنا، سفير، سفير الحب والسلام، سفير كل شيء، فرح قلوبنا. شايفين الفرحه؟ زمان ما دخلت قلوبنا الفرحه. شكرا لك يا عساف. شكرا، الف شكر لك. احنا زرعنا
كثير فخورين في محمد عساف، وكثير يعني احنا يعني احساسنا لا يوصف، وشعورنا يعني يكاد ان يلامس السحاب من كثر سعادتنا في محمد وافتخارنا فيه وتمثيله لنا بالشكل الرائع اللي مثله مثل الشعب الفلسطيني، ومثل عذابات هذا الشعب ومعاناته، وحمل آماله وطموحاته إلى بيروت وإلى أرب آيدل لكي يرفع معاناتنا إلى العالم كله، ولكي يعلم العالم كله بأننا شعب يستحق الحياة ويستحق أن ونستحق أن نكون على خارطة هذا العالم. يعني تقرير رائع، وقديش حلو كمان نشوف قديش الغزيين مبسوطين وعم بفرحوا بفوز محمد عساف وبكل أماكن تواجد الفلسطينيين بالعالم. فعلا كانت النتيجة رائعة وانعكست بطريقة كمان رائعة على كل الشعب الفلسطيني. نتمنى كمان يعني نستقبله بنفس هاي الروح وبنفس هذا الحماس قريبا، رح يكون موجود بالأراضي الفلسطينية. أما هلأ ننتقل ونشوف ريما إيش محضرتنا نصائح صحية اليوم بفقرة لصحتك، وراجعين.